اهلا يا حرب. ازيك يا ابو صلاح؟ شكلك لسه جاي من هناك على طول. جيت لك جري. طب تعالى قول لي، قلت العنتر اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد، وكان ايه رد فعله؟ اتخض وبلم ووشه اصفر وبقت حالته حاله، بس عرفت حته الدين معلومه ما قدرتش اروح غير لما اجي اقولها لك الاول. ايه معلومه ايه؟ عنتر ورشوان وعزام اتضح ان هم مجرد واجهه لناس تانيه كبار وما يقدروش ياخدوا اي خطوه من غير ما يرجعوا لهم. عدلي؟ لا، عدلي ده اتضح ان هو مجرد مرسال جه بينهم وبين الناس الكبار دول. يبقى المساله زي ما انا قلت لك، ده عالم كبير وله اسياد وملوك، والاسياد دول ما يحبوش يظهروا في الواجهه خصوصا في لعبه خطره زي دي. الحكايه كده ابتدت تقلق يا عم صلاح. وانت ايه يقلقك؟ في الاول كنا بنلعب قدام ناس عارفينهم ومظهرين قدام عينينا. عنتر ورشوان وعزام دول خلاص انا عارفهم وفاهمهم وحافظهم واقدر امن نفسي منهم، لكن الركب بقى على الناس الكبار اللي ظهروا قدامنا فجاه دول، هتقي شرهم ازاي يا عم صلاح؟ دي ناس اللي عارفينهم ولا نقدر نوصل لهم وفي نفس الوقت مضطرين نلعب معاهم؟ انت اصلك ما شفتش عنتر كان بيتكلم عنهم وكان عامل ازاي؟ ده كان مرعوبه جدع، وقعد يقول للناس الكبار اللي ما بيرحموش، اللي مش عارف ايه اللي ابصر ايه، وكلام كده يرعب. وبعدين بيني وبينك انا نفسي الكيكه تطلع في العالي، مش روح هي اللي تطلع في العالي وقابل وجه كريم. شوف يا حربي، طول ما البضاعه تحت ايديك انت في امان، والناس اللي انت خايف منهم دول هم اللي هيحموك، لانك بقيت غالي عندهم قوي يا حربي، بملايين بتمن البضاعه اللي تحت ايدك. ما ترخص في نفسك يا حربي. شكلك كده واثق ان هم هيوافقوا على طلباتنا. ما عندهمش حل تاني. بحب فيك ثقتك في نفسك. ايه ده؟ مين اللي بيتصل بيه؟ دي دنيا. دنيا. ايه؟ طب وانت فين دلوقتي؟ طب اقفل، انا جاي حالا. في ايه يا حرب؟ زيد خطب دعاء من قدام بيت دنيا ومش عارفين خدها وراح فين؟ عملتي كده ليه يا ضحى؟ نصيب. نصيب؟ بتسيبي اهلك وحتتك وتبقى نفسك وتقولي لي نصيب؟ بتضحكي عليا وتقولي لي انك شغاله في مستشفى وانت شغاله في كباريه وتقولي لي نصيب؟ بتتعري وبتتهزي قدام الرجاله وبتقولي لي نصيب؟ نصيب؟ زين انت اكتر واحد يا زين حاسس بيا. انا اتيتمت وانا عيله صغيره، فتحت عليا على مرات اب شغلتني عندها اقل من الخدامه، ويوم ما عودي شاد رمتني في الشوارع لكلاب السكك عشان بس اجيب لها فلوس. اتلطمت من شغلانه لشغلانه لحد ما نسي بيا الحال في الكافيتيريا اللي انت عارف كويس قوي ايه اللي جرالي فيها، والكافيتيريا القبضايا اللي كانت مرات ابويا حتباني ليه بتراوي الفلوس. كنت عايز نعمل ايه يا زين؟ أرضى ونخر الكل ده؟ كان لازم أمشي، كان لازم أهرب من جو الزبالة اللي كانوا هيعيشوني فيه ده. مكانش قدامي حل تاني غير دنيا. أيوة دنيا هي كانت الحل الوحيد لكل اللي أنا فيه. تقومي تشتغلي في كباريه؟ كباريه يا دعاء؟ ده أنا طول عمري بقول البنت دي بميت راجل، شافت قد ما شافت وقاست زي ما قاست، بس عمرها ما باعت ولا فرطت. برضه يا زين امال اللي انا شفته في الكباريه ده كان ايه؟ احلام؟ تهيؤات؟ مقلت عليا زي ما انت عايز، بس في حاجه واحده بس لازم تبقى عارفها كويس قوي. الكباريه زيه زي اي حته تانيه. في الكافيتيريا كان في ناس عايزين ينهشوا في لحمي، وفي الكباريه برضه كان في ناس عايزين ينهشوا في لحمي. كل واحد يا زين. والفقر وحش، الفقر بيذل، وانا اتذلت كتير قوي يا زين قوي. طب ليه كدبت عليا وقلت لي انك شغاله في مستشفى؟ انت بالذات ما كنتش هقدر اقول لك. انت مش عارف انت عندي ايه يا زين. انت عمرك ما هتقدر تحس الاحساس اللي انا حسيته النهارده لما لقيتك بتبص لي في الكباريه وانا برقص. حسيت كاني سكينه واتغرزت في قلبي. كان اهون عليا ان انا اموت وما اشوفش البصه دي في عينيك.
تصدقي وتأمني من الله. الدنيا دي أنا شفت فيها كتير قوي قوي وبعدلت فيها كتير، بس كنت دايما صلب طولي، عمري ما كسرت. النهاردة بس حسيت ان انا كسرت. معلش ولكن اللي يكسرك يا زين حتى لو كنت انا، انا اعمل علي ان انا اموت قبل ما اشوف يوم زي ده. الصبر عليك بنموت. في حاجة كنت عايز اقولها لك من زمان قوي. عارفاها يا زين، بس مش عايزه اسمعها دلوقتي. سمعها لي يوم ما تبقى انت وانا قدها، لحد ما يجي اليوم ده يا دعاء. انت زي ما انت، انا هفضل زي ما انا. وكباريه؟ ما انا قلت لك يا زين ان الكباريه ما يفرقش اي حاجه عن اي حته تانية. بس صدقني انا دلوقتي مطمنه اكتر، مطمنه عشان حاسه ان انا لو جرى لي حاجة هيبقى ورايا راجل شحم وجدع هيعرف يقبل حقي كويس أوي. الجدع ده هيبقى اسمه زين، زين العشقر. أنا بس كل هم إن أنا أطمن عليك يا دعاء. هتطمن، هتطمن عليا أكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم اللي أنا شايفاه ده. وحياتك انت لا يحصل، وقريب قوي كمان. يا سلام، يعني ايه ما بيردش؟ قلت لك كلمته اكتر من 20 مره تليفونه مقفول. يا اخو في حرب اللي يكون عمل فيها حاجه. لا ما تخافيش، هو زين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور، لكن طيب وقلبه ابيض، مش هيعمل فيها حاجه. لا مش هتهون عليه. يا بختها لقيت اللي ما تهونش عليه. الدور والباقي عليا انا، بقيت بهون عليك قوي يا حربي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا بت؟ يا اخويا بقول لك شخط فيا وزقني وقعني على الارض وانت مش فارقه معايا. يا خرابي عليكوا يا نسوان، يا خرابي. عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط. شفت ازاي بقى؟ مش فارقه معاك ازاي يا بيبي؟ عيب يا دندل اللي بتقوليه ده، انت ما بتعرفيش غرامتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقي وتؤمني بالله لو حد تاني غير زين كنت قسمته نصين، لكن زين يعني زين مننا وعلينا، بس ليك عليا هيبقى في بيني وبينه كلمتين كده بس على انفراد. اه منك انت، ما باخدش منك لا حق ولا باطل، وعارفه انك بتضحك عليا وبتسجدني، بس مش عارفه ليه بصدقك. بقول لك ايه يا دندن؟ قول. مش البيت هنا برضو في ميه سخنه؟ ايه؟ عايز تستحمى؟ عايز كوبايه شاي قبل ما اقع منك. ولا ما باخدش منك حاجه ابدا، اوامر وطلبات وبس. علي النعمه حبيبه يا دندن. تسنيله. بقول لك ايه؟ بالمناسبه يعني في ايه بينك وبين عزام وعنتر؟ بتسالي ليه؟ اصل سمعت الليله عزام بيقول لعنتر انه مستني بس الظروف تخلص وساعتها هيشوف شغله معاك. هو قال كده؟ وقال كمان انه مش هيعديها لكم. هو كان بيتكلم عن ايه يا حارب؟ تاخديش في بالك، ده كلام في الهوا. لا مش عزام اللي اتقال عليه كده، ده سماوي عامل زي الجمل، يشيل يشيل وضربته القبر. ده شكلهم هم. دعاء تعالي يا بنت، كويسه الحمد لله. اللي انت عملته ده زفت. مش وقته الكلام ده دلوقتي يا حبيبي. طب يا جماعه كويس ان احنا اطمنا عليكم، بالاذن احنا بقى. طب والشاي؟ شوفوا بعدين يا دنيا. ماشي يا حربي، بس بسأل عليا. حاضر. سلامة دعاء، الحمد لله على سلامتك. يلا. يلا. بقول لك ايه يا دعاء؟ عمل فيك ايه الواد ده؟ الله؟ ما ترد يا بنت. انت مش هتبطل الجنين بتاعك ده زين؟ ما هو انت لو كنت أثرت دنيا عند دعاء من الأول ما كانش كل ده حصل. مش انت اللي جبتها ورجعتها لدنيا بنفسك؟ عايزني أعمل لك ايه؟ أرميها في الشارع؟ ولا أوديها العيشة ولا أسربها زي القطط؟
طب اركب اركب فانيلتك الكحلة دي اركب. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنتر؟ الواد ده اكيد اتجنن. انا قلت لكم من الاول الواد اللي اسمه حربي ده واد مش سهل وباصص لفوق قوي. خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ عادي جدا. الواد اللي اسمه حربي ده انا هجيبه وهعلقه من رجليه هو الصاحب اللي اسمه زيني. وهقطع من جتاتهم حتت لغايه ما يقروا ويعترفوا ويقولوا البضاعه راحت فين. وما قالوش. في الحاله دي بقى يبقى هم اللي جابوا لنا نفسيهم. هخلص منهم وبكده ابقى خلصت عليهم. يا سلام، وال 25 مليون جنيه اللي ضاع علينا هتجيبهم منين بعد ما تخلص عليهم؟ اهو ده بقى عنتر اللي انا كنت خايف منه، ان الواد ده ياكل عقلك وياخدك في صفه. ياكل عقل مين؟ ياكل عقل مين؟ ان عنتر الشندويلي محدش ياكل عقلي. وبعدين مين السبب في اللي احنا فيه ده كله؟ مش رشوان بيه؟ عايز ياكل كم ألف جنيه على الولية اللي اسمها انشراح ديت؟ نوم احنا نغرم ايه؟ 25 مليون جنيه. اشرب اشرب يا اخوي. عاجبك الكلام ده؟ ما تقول حاجة يا اخي. جرى يا رشوان، جرى يا عنتر. هو احنا جايين نتخانق ولا جايين نشوف حل المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انا قلت اللي عندي عشان ما تقولوش ايه ان انا بلعب من وراكم. يا عزام، هنخلص من المصيبة دي ازاي؟ يا عنتر، هو مش الباشا الكبير رمى الموضوع في حجرك انت وقال لك اتصرف. ما تتصرف يا عنتر، شوف هنعمل ايه علشان نخرج من الورطه اللي احنا فيها دي. والله انا بقول يعني نتصل بعقل بيه ونقول له ونشوف يعني رايه ايه. ايه سكتتم يعني؟ خلاص يا عنتر خلاص، اتصل انت بعقلي وبلغه بطلبات حربي وشوف هيقول لك ايه. الساعة كام دلوقتي يا أخي؟ معقولة يا عدلي حتى آخر الليل تليفونات؟ ثانية واحدة، ده شغل يا هانم شغل. نامي 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 أنتِ. أيوه أيوه عنتر. حربي ماله حربي؟ له طلبات صعبة قوي. طالب إيه؟ بتقول ايه يا عنتر؟ انا بقول لسيادتك اللي حرب قالهولي. ده كده يبقى المسألة تعقدت قوي. ما عشان كده انا طلبت سعادتك اخد رأيك يعني. اسمع يا عنتر، هو رشوان وعزام جنبك؟ ايوه جنبي هنا. اقول له هذا حاضر مع السلامة. ها قالك ايه؟ طالب يجابلنا بكرة الظهر في مكتبه. وش معنى يعني الظهر؟ طبعا اكيد هيتصل بالباشا الكبير الصبح ويقول له حرب عمل ايه وبعدين ياخد منه التعليمات. طب رأيك بقى ان الباشا الكبير مش هوافع على الكلام ده ورأيه هيكون من رأيي، ومش بعيد كمان انه يطلب مننا ان احنا نخلص من العيال دي وبدون اي رحم. عايز افهم انت مضايق نفسك ليه دلوقتي؟ علي النعم البت دي قاعده طلعت دماغها اكبر منك وبتفهم عنك كمان. عم شوف نفسك وخليها تشوف نفسها، ولما الكيكه تطلع معاك على العالي بقى اعمل اللي انت عايزه. دعاء دي غير دنيا خالص يا حربي. دي ملهاش في جو الكباريهات ولا نزلت الزباين. يا عم هي عارفه بتعمل ايه كويس. بعدين انا عايز اقول لك على حاجه. الست لو عايزه تعمل اي حاجه هتعملها، حتى لو قافل عليها بمليون قفل. ولو ملهاش مزاج
والله لو في وسط مليون راجل ما حد يقدر يقصبها على حاجه. روق زين، روق كده وفكها. مش هعرف يا حربي، مش هعرف غير لما اخرجها بره الكباريه ده خالص. يا دي دعاء وسنين دعاء اللي هتجيبنا ورا دي يا زين. بحبها يا اخي، بحبها يا حربي. انت عمرك ما حبيت يا اخي؟ حبيت؟ ما انا بحب اهو يا ابني، بحب دنيا وبحب انشراح وبحب اي ست حلوه تقف في طريقي. بس اقول لك على حاجه، ولا واحده فيهم تقدر تخلي حالتي زي حالتك كده. يبقى انت عمرك ما حبيت يا صاحبي. خرب عقلك يا ده زين، ساعات دماغك بتبقى كبيره وتقول كلام يوجع. صباح الفل، صباح الهنا، أؤمر يا باشا. حرب المهدي أبو العنين، ألاقيه فين لو سمحت؟ الكوماندا؟ لا، حرب. ما هو حربي يبقى هو الكوماندا بتاع المنطقة دي كلها. طيب، والكوماندا ده بقى ألاقيه فين؟ لا هو لسه ما نزلش لحد دلوقتي، ممكن تلاقيه عند زين في العشا. عشا؟ طب والعشا دي وصلها إزاي؟ حربي، يا حربي، حربي. يا زفت. في ناس عايزينك برا. ناس مين؟ الصحفية دي اللي كانت موجودة يوم دفنة عم رزق الله يرحمه. أماني؟ مؤاخذة معلش، يعني المكان مش قد المقام. ثواني بالظبط وحربي هيكون عندك. ما جبلكيش كده كوبايه شاي تعدلي بيها دماغك؟ متشكره. الصحافه منوره، خطوه عزيزه. ميرسي. ايه؟ اسفه، متشكره. صباح الخير يا انسه امانه. خليكي زي ما انت، خليكي قاعده مستريحه، خليكي قاعده. اتفضلي. جرايه بركه، ما عملتش شيء للانسه امانه. ما انا قلت لها صدقني، وهي اللي قالت لي فرسيه. طب ينفع كده يعني؟ معلش يعني تيجي لحد عندنا وما نضيفكيش؟ متشكره يا حربي، بس انا مش جايه اتضايق، انا جايه في شغل. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش ولا حاجه، بس يعني ده واجب. اعتبره حصل. ايه الهيصه والزنبق؟ يا نهار اسود ونايل ب60 نيله. مش تقول لي يا ابني ان احنا عندنا ضيوف؟ ده زين. الانسه اماني الصحفيه. اي عارفها. ازيك يا زين؟ انا كويس. طب بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نقعد على القهوه على يعني ما يظبطوا نفسهم. احسن برضه. اتفضل. وانت مش تقول ان في حد هنا؟ طب انا اعمل لك ايه يعني يا زين؟ ادخل لك في الحلم؟ انا عارف لك اهو، تقول لي وخلاص. يلا قوم فز، اعمل لي كوبايه شاي تقيل على مجهز. اتفضل يا استاذ. ولا كيمو، ها تحب تشرب ايه بقى، قهوه ولا شاي؟ مفيش هنا نسكافيه طبعا. ها؟ لا هنا نسكافيه ايه، في هنا عناب، حلب حصى، قهوه وشاي، لكن يعني نسكافيه مين اللي هيشرب؟ خلاص يبقى قهوه على الريحه. طيب تمام، هات لنا قهوه على الريحه للاستاذه وهات لنا شاي كشري. قهوه على الريحه للاستاذه وواحد شاي كشري لعم المنطقه، واغسل الكوبايات بميه الورد يا عم ربيع. كيمو، مين اللي قاعدة مع حد؟ البنت الصحفية اللي جت يوم ما اتقتل عم رزق، وفضلت قاعدة معانا لحد الدفنة، وجات له مرة تانية خدته ومشيت على طول. دي عايزة منه إيه؟ الله أعلم عم ربيع. الله أعلم. عايزة تعرفي إيه تاني عني؟ كل حاجة، من أول يوم اتولدت فيه لحد النهاردة. ياه، كل حاجة؟ إيه؟ عندك حاجات مش عاوز حد يعرفها؟ لا أبداً. الناس الغلابة اللي زينا يعني ما عندهمش حاجة من الدارية، يا دوبك بيعيشوا اليوم بيوم. أحلى قهوة للمدمازين، شاي عم المنطقة. تشكر يا كيمو. صباحك ورد يا باشا. تحت أمرك. ممكن أسجل؟ براحتك.
اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا ستي، انا ابويا مات وانا عيل صغير. برضو الموضوع بتاعي ما اتنشرش، ده بقى مسموش كلام. ايه يا نشوى، في ايه؟ رابع موضوع اقدمه لمدام شهيره وبرضو ما بيتنشرش. عادي يعني، يمكن ما كانش ليهم مكان. مش معنى يعني ست اماني ما واضحها بتنزل في ربع صفحه ونص صفحه وانا مش لاقيين مكان لمواضيع. الحقيقه اماني بتكتب مواضيع هايله، والمفروض اصلا تتنشر في الصفحه الاولى. نفسي اعرف تجيب مواضيع حرقه دي منين. على فكره بقى يا استاذ احمد، معظم الافكار بتاعتها دي واخدها مني انا. افكارها منك؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا نشوى؟ عموما انا مش هسكت اكتر من كده، انا هروح دلوقتي لمدام شهيره وهتفهم معاها في الحكايه دي. ايه يا نشوى، في ايه؟ كنت عايزه اتكلم مع حضرتك يا ست الرئيسه. انت مش شايفاني مشغوله؟ ده موضوع مهم ومش هياخد من وقت حضرتك كتير. طبعا اذنك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. موضوع ايه؟ في موضوع خطير ومعرفش اذا كان حضرتك عندك فكره عنه ولا لا. موضوع ايه يا نشوى؟ المواضيع اللي اماني بتكتبها، وخصوصا موضوع التعذيب في اسامي البوليس، والربط السياسي ما بين اللي بيحصل في المناطق الشعبيه وما بين اللي بيحصل في البلد. كل المواضيع دي من افكاري انا، وهي ولا كان على بالها. انا اللي قعدت معاها وخططت لها وقلت لها كمان تعالجها ازاي. ده انا حتى اللي رجعتها وصلحتها قبل ما تعرضها على حضرتك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نشوى؟ هي دي الحقيقه يا مدام شهيره، واظن من حقي دلوقتي ان مواضيعي انا كمان تتنشر، او على الاقل علشان احفظ حقي الادبي ان اسمي يتكتب جنب اسم اماني في المواضيع بتاعتي اللي هي بتقدمها لكم تتنشر باسمها هي وبس. بس ده اتهام خطير. حضرتك تقدري تسالي احمد، انا لسه مكلمه في الموضوع ده دلوقتي، وقلت لازم اجي لحضرتك وابلغك بكل اللي بيحصل من ورا ظهرك. يا مدام شهيره، حضرتك رئيسه التحرير ولازم تعرفي كل اللي بيحصل في الجريده علشان تقدري تتصرفي على اساسه. الحقيقه الموضوع ده مش في ايدي، الموضوع ده في ايد نعيم بيه من ساعه ما طلعت له وهو واقف وراها. لو تحبي حضرتك انا مستعده اطلع لنعيم بيه واشرح له الموضوع كله بنفسي. نعيم بيه مش موجود النهارده، وما اعتقدش انك هتقدري تقابليه بسهوله. طب يا ريت لما حضرتك تقابليه تبلغيه بالكلام ده علشان يعرف مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش. طب فين امين؟ كده بقى تبقى عرفتي عني كل حاجه. لا لسه في اهم حاجه، انت عايش ازاي؟ بتصرف منين؟ ما قلتلك انا وزين وبركه شغالين في الخرده مع معلمه انشراء. وهي دي بقى كيكه العالي اللي بتحلم بيها؟ ده هم الحال من المحاله يا استاذه، وبعدين ما حدش عارف يعني بكره يحصل ايه. ياه الوقت صرح بينا قوي. ما لسه بدري. لا لازم امشي دلوقتي حالا. طب اوصلك لاقرب تاكسي. لا مش هينفع، خليك انت هنا. هشوفك تاني اكيد، لسه في بينا كلام. لسه كلام يتقال يعني؟ مين عارف. سلام. سلام يا استاذ. والمزه بيضة بيضة بيضة، مزه بيضة ونعمل ايه؟ ليه ده العسل اللي انت فيه على الصبح ده؟ نشوفك النهارده ما اشوفكش امبارح، صاحي فايق ورايق وفشخ لي بقك على الصبح. الواحد بيضحك من همه يا عم حربي. قول لي بقى، كنت بتثبتها ولا هي اللي كانت بتثبتك ولا ايه؟ بلاش هفلطه في الكلام يا زين، الأنسة أماني دي بنت ناس ومحترمه وعيب تتكلم عليها بالطريقه دي. أنسة أماني؟ السنارة غمزت بقى. وبعدين معاك يا زين بقى. الله خلاص يا عم، صل على النبي. مش عليه الصلاة والسلام. يلا يا عم نروح المعلمة انشراح، زمانها استعوقتنا. يلا يلا. هاي. ايوه يا باشا، انا كيمو. ها كيمو، في اخبار جديده؟ يا باشا مش عارف بصراحه يعني اقول لك ايه، بس النهارده حربي جاله ضيوف. ضيوف مين؟ الست الصحفيه. انو صحفيه؟ يا باشا الصحفيه اللي كانت موجوده لما كنت سعادتك ورؤوف بيه موجودين هنا في الحاره وبتحققوا في قضيه قتل عم رزق. اماني؟ الحقيقه يا باشا انا مش عارف اسمها ايه، بس الست دي جت مرتين الحاره، اول مره خدت حربي ومشوا على طول، المره دي قعدوا على القهوه وهات يا رغي بالساعات. كانوا بيقولوا ايه؟ الحقيقه ما سمعتش، بس هم اول ما خلصوا هي مشيت وهو طلع على المستودع. الكلام ده كان امتى؟
من 5 دقايق كده باشا. باشا لا مؤاخذة، أنا عارف إن الحوار ده خايب، بس يعني أنا قلت الأول أسألك، أبلغ قبضايا ولا بلاش؟ لا 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 لا، ما تبلغش قبضايا بأي حاجة. الله يبارك لك يا باشا، أنا قلت كده برضو. شوف يا كيمو، أي وقت الصحفية دي تيجي المنطقة تبلغني على طول، فاهم؟ هو إيه حكاية البت الصحفية دي؟ رجليها خايت على المكان وكل يوم والتاني عمالة تتنطط هنا وبتسأل على سي حربي. لا حكاية ولا رواية يا معلمة، كل ما في الموضوع بس إن هي يعني عملت معايا حديث وكانت جاية عشان تكمله. حديث؟ بقيت مهم يا حربي عشان البنات تجيلك من آخر الدنيا لحد هنا عشان يعملوا معاك حديث؟ يا معلمة ده شغل تبع الجورنال بتاعها. على الله يبقى شغل وبس، مش حاجة تانية. طب انا هستأذن انا معلمة بقى، اروح اشوف الاب بارك عمل ايه مع الرجالة. استنى زين، خدني معاك. طب بالاذن بقى يا معلمة. ازاي لازم يعني تتسحب من لسانك وتقول المعلمة انشرح على موضوع عماني؟ وانا عملت ايه غلط يعني؟ لا يا اخويا ما عملتش حاجة غلط، ده انت نقلتها بس على الاخر. يا اخي ما تقرفنيش في عيشتي بقى. الله، عملت ايه معانا؟ كلمته قلت له ان احنا عايزين نشتغل معاه. قال لك ايه؟ قال لي هيسأل الناس وبعد كده يرد علينا. ناس مين؟ الناس الكبار يا زين، اللي فوق قوي قوي قوي، اللي هيخلوا الكيكة تطلع في العالي. اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا جراند. اهلا عزام بيه، اهلا اشمر بيه، اتفضلوا. لسه عنتر كان بيحكي لي على مقابلته امبارح مع الجدع اللي اسمه حركي. الولد ده نصاب وهجاص وبيصطاد في المياه العكرة، ده غير انه بيبص لفوق قوي. أنا كنت فاكر إن هو هيساوم على مبلغ كبير عشان يرجع البضاعة، لكن للأسف ما تخيلتش إنه بالبجاحة دي. بقى معقول شوية العيال الصيع دي عايزين يخشوا معانا في اللعبة؟ عشان كده لازم نقطع رقبته اللي رافعها لفوق قوي يا عجلبي. اهدى يا رشوان، اهدى، بلاش تتهور. وبعدين مين ده؟ إيه؟ هنرجع نطاطي والنخ من تاني ولا إيه؟ هننفذ كل طلباته؟ لا، بس مش انا ولا انت اللي هنقول نتصرف ازاي مع الولد ده. الباشا هو اللي هيقول واحنا علينا ننفذ. صحيح عدل بيه، هو انت ما اتصلتش بالباشا وبلغته باخر التطورات؟ انا اتصلت بيه وبلغته طبعا. وساعدته رايه ايه؟ رايه هتسمعوه منه هو شخصيا. هو مستنينا بعد ساعه في مزرعته، هنروح كلنا بعربيه واحده، عربيته طبعا. عنتر خلص قهوتك بسرعة، المشوار لسه بعيد، مش عايزين نتأخر على الباشا. صباح الخير يا أحمد، ازيك يا نشفة؟ هي مالها يا أحمد؟ هو في حاجة حصلت؟ سيبك منها. روحي مدام شهيرة كانت بتسأل عليكي وعايزاكي تروحي لها أول ما توصلي. هي اللي قالت لك؟ لا، قالت لنشفة ونشفة قالت لي بلغي. طب ونشفة ما قالتليش ليه؟ يوه، ما قلت لك سيبك منها، يلا كبري دماغك، شوفي الرئيس عايزاكي في إيه. ماشي. مدام شهيرة، اتأخرتي ليه يا أمين؟ مش في مواعيد حضور وانصراف؟ أيوة يا فندم أنا عارفة، بس نعيم بيه كان طالب مني شوية حاجات وكنت بخلصها. نعيم بيه؟ هو أنت لسه زعلانة بسبب الموضوع ده؟ أنا نسيت الموضوع بتاع نعيم بيه ده من بدري، أنا عايزاكي في موضوع أهم من كده. خير يا مدام شهيرة؟ في الجريدة عندنا في مبادئ وقيم لا يمكن التنازل عنها، وأنا عايزة أسألك سؤال واحد وتجاوبيني بمنتهى الصراحة. طبعاً تحت أمرك. كتاباتك الأخيرة أنت اللي بتكتبيها ولا في حد بيساعدك؟ أفندم؟ أظن سؤالي واضح، حد بيساعدك في كتاباتك؟ ولا لأ؟ لأ طبعاً. يعني المواضيع دي كلها بتاعتك لوحدك مش بتاعت حد تاني؟ ممكن أفهم إيه لازمة الأسئلة دي كلها؟ هو في حد قال لحضرتك إن أنا سرقت الموضوع منه؟ أنا اللي بسأل، وعايزاك تردي عليا بمنتهى الصراحة، الموضوع ده حصل ولا لأ؟ لا طبعا ما حصلش، ولو سمحت يا مدام شهيرة أنا ما اسمحش لحد يتهمني باتهام زي ده. وموضوع تعذيب أقسام الشرطة والربط السياسي ما بين الأحياء الشعبية واللي بيحصل في البلد، كل دي أفكارك ولا أفكار حد تاني؟ مدام شهيرة، أظن إنك عارفاني كويس من أيام ما كنت بتدرب عندكم وأنا في كلية إعلام، وبرضه بعد ما اتخرجت جيت اشتغلت عندكم، وأنت عارفة أخلاقي كويس. بس مدام حضرتك بقى شاكة فيا، يبقى استقالتي هكون عندك بكرة الصبح. عن إذنك.
هي نشوة فين يا احمد؟ هي مدام شهيرة كانت عايزاك عشان موضوع نشوة؟ ايه ده؟ هو انت كنت عارف؟ عارف. اماني اماني عايزاك. ايه ده؟ سيبي ايدي. قلت لك تعالي. انت جننتي. ادخلي. ايه اللي انت بتعمليه ده يا اماني؟ هو كان جرى ايه يعني؟ الكلام اللي انت رحتي قلتيه لمدام شهيره ده بقى انا بسرق افكارك وبنسيبها لنفسي؟ مش هو ده اللي حصل؟ نعم. انت بتكدبي الكدبه وتصدقيها. انا ما بكدبش يا ست اماني، وانت عارفه كده كويس. انت حكيتي قدامي اللي شفتيه، وانا اللي فكرت واقترحت عليكي. والله يا بنتي انت كنت عماله تتريقي عليا، وانا اللي طورت الحكايه وكتبتها. وبعدين لما انت كنت عاوزه تبقي معايا ليه ما قلتليش؟ وهو يعني ساعتها انت كنت هتوافقي؟ مش مشكلتك اوافق ولا موافقش، مش مشكلتك، بس على الاقل كنت ممكن احترمك. انا مش مصدقه تروحي لمدام شهيره وتتهميني التهمه دي. للاسف طلعتي انسانه حقوده ومريضه، بس اوعي تفتكري بقى اللي انت عملتيه ده هيكبر منك ولا هيقلل مني. عن اذنك يا أستاذ. الباشا مستنينا. اوكي. عدلي عبد العالي المحامي وصل. عنتر وعزام ورشوان جولك يا باشا حسب الأوامر. شكلكوا كبرتوا ورحرحتوا وجبعتوا وريحتوا. الله تنفع أغنية. ما تخلي بنت من البنات اللي عندك يا عزام تغنيها في الكباريه. أقول لكم إيه؟ ما أنتوا خلاص فعلا الظاهر ما بقيتوش حمل الشقة والشغل. ده انتوا بينكوا ما بقيتوش حبل الوقفة حتى. قعدوا قعدوا قعدوا. قول لي يا عنتر، الجدع ده اللي اسمه اللي اسمه حربي ده قال لك ايه بالظبط؟ واللعبة خلصت.